كيفاش يقدر يطلع واحد بعقد عمل من البلاد، يعني هو في البلاد وتبعت له عقد عمل. راني هضرت عليها مرارا وتكرارا، ولكن للاسف الناس ما تبارطاجيش وما ديرش لي جيم وما تخليناش كومونتير. علاش؟ حنا باغيين ندخلوا في مواضيع واحد اخرين، بارطاجوا باش الناس يستفادوا. ماشي خطره ماشي زوج هضرت عليه كيفاش الانسان يقدر يطلع من البلاد، وما يضحكوش عليكم وما ينصبوش عليكم. كاين طريقه واحده ماشي زوج ماشي ثلاثه، طريقه واحده كنت هضرت عليها. ماشي انسان هنايا عنده شركه ولا اي اسباني عنده شركه يبعت لك عقد عمل يعني منه ليك وتطلع به، لا ماشي كيما هكا صديقي، راكم غالطين. بهذه الطريقه ما يقبلوش، يقبلوا بالطريقه اللي راهم باغيينها هما، بالطريقه اللي باغيتها الدوله، اللي فرضتها الدوله الاسبانيه. حلت ودني غير واحد شويه، والتالي ما نزيدش نهضر على هذا الموضوع، بارطاجي لتعم الفائده. خص نعطيك مثال، انا مثلا ولا اي واحد عنده شركه ما يقدرش يبعث لك ديريكتومو العقد العامل باش تطلع به. قال زبير ولا علال ولا سمير هاك الكونترا هاي علق بها الفيزا وطلع، لا هذه ما تاكلش وعمرها ما كانت. الطريقه الوحيده اللي يقدر يطلع بها الانسان من البلاد الا وهي اي شركه ولا اي باترون يكون خاصه خدامه هنا في اسبانيا ولا خدامه خاصه يدير دوموند طالب للدوله في لينام، قال انايا راني نحوس على خدامه في هذا المجال، سواء الميكانيك ولا حرفه سبيسيال. من بعد نعطيكم مثال، واحد دارها هنايا وطلع معنا في لايف ودرت عليه فيديو وهضر معكم اون ديريكتومون، ولكن لا حياه لمن تنادي. الانسان ولي بارطاجي غير الزعاقه والضحك واللعب وما يشوفش كاع الفيديو، يشوف غير العنوان ومن بعد يخلي لك كومونتير يقول لك سيد احمد حلل وناقش. هو ما على بالاش بلي الجواب راه فن، ولا على باله ويديرها بالعاني بلي راه باغي مباشره، ماش باغي يضيع الوقت. عنده لي لايف واحد اخرين تاع شكيل يضيع فيهم الوقت، كيشوف الفيديو يشوف غير العنوان تاع الفيديو يخلي لك سؤال حلل وناقش، هو ما على باله، هو على باله بلي الجواب راه في الفيديو ولكن ما يتفرجاش. فهمتني؟ يدير دوموند مول الشركه، يدير دوموند للدوله، قال انا خصني خدامه في هذا المجال. 15 يوم ولا 3 شهور ما يجاوبوش كاقصى حل، كاقصى مده كي ما يجاوبوش يروح لهم قال انايا درت دوموند تاع خدامه ولكن ما قبلوليش، ولا ما لقيتش خدامه، ماشي ما قبلوليش، ما لقيتش خدامه اللي يخدموا لي هذه الخدمه. نعرف ناس في البلاد، نعرف ناس في البلاد يخدموا لي هذه الخدمه. هنايا يقدر يبعث لك اوتوريزاسيون تاع الدوله باللي انت درت دوموند وما لقيتش، وعندك ناس في البلاد اللي يقدر ولا انسان في البلاد اللي يقدر يخدم لك هذه الخدمه وتطلعه بهذه الطريقه. يعني تدفع له هنا يوم بعد تدير له تدفع له ثاني في البلاد الفيزا تاع عقد عمل وكي يطلع هنايا يدفع ديريكتومون، يخرج له الاوراق تاع العام ومن بعد يعطوه تاع 4 سنين ديريكتومون. المهم في هذه الساعه راهي كاع 4 سنين بكري، غير تاع البلاد اللي كانوا يطلعوا من البلاد بعقد عمل هما اللي كانوا يعطوهم عام في 4 سنين، واللي كانوا هنايا في اسبانيا يعطوهم عام في العامين في العامين. دروك هذيك ما بقاتش، هذيك كاع الناس دروك راهم يدوا عام في 4 سنين. المهم هذه تاع عام في 4 سنين تبدا على 6 شهور. هذه حاجه الفيديو طوال، ان شاء الله شاف وين كنا يا ود عمي. هذه هي يطلع بهذه الطريقه هذه، واحد صاحبي دارها كيما هكا
وطلع بها من البلاد عادي كي يوصل هنايا يدفع ويعطوه الاوراق تاع العام، من بعد العام يعطوه 4 سنين. هذه هي طريقه، لا طريقه اخرى. السلام عليكم والبارطاج، واليكم تبرو يسانكم، نتوما تعرفوا.